واسمه الحكم في قراءة آية الكرسي مباشرة بعد انتهاء الصلاة المفروضة جماعة المصلي. شفتوا اسمه يسقسيو الناس؟ يعني واسمه بغيت نقول لك انا الناس منين يسلموا يقراوا آية الكرسي جماعة؟ واسمه غادي يقول لك وغادي شو غادي يقول لك؟ ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. غادي تنوض قير هذاك غايقول لا راه يقرا آية الكرسي. والسلام. ولذلك يا احبابي شحال من مرة كنقول لك المشكل هي واسمه هي البدعة. إلا عرفت واسمه هي البدعة اللي هي ضلالة هذيك. الإمام الشاطبي يقول لك البدعة هي اختراع طريقة في التدين، ثانيا لا أصل لها في الشارع أي في الكتاب والسنة، وثالثا القصد منها مضاهاة طريقة رسول الله. طبق هذه الثلاثة على قراءة القرآن جماعة. آية الكرسي ولا غيرها؟ قراءة القرآن جماعة طبقها. هي اختراع طريقة التدين ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالصح ولا ماشي بالصح؟ واش بالصح؟ النبي ما دارهاش يعني. ما دارهاش. إذن ها الشرط الأول كاين. الشرط الثاني لا أصل لها في الكتاب والسنة. ما عندهاش الأصل ولا عندها أصل؟ واش عندها أصل ولا ما عندهاش؟ عندها أصل. كي عندها أصل إذا ماشي بدعة. واسمه هو الأصل؟ إن الذين يتلون كتاب الله، يتلون في اللغة العربية تدل على أنه تحمل المعنيين، واحد يتلو الآخر يستمعون، وثاني تعطي معنى آخر وهو يتلون جماعة. وكاين حديث ما اجتمع قوم في بيت يتلون كتاب الله، ما كاين. الشرط الثالث هل القصد منها مضاهاة طريقة رسول الله اللي احنا راح نقول الطريقة؟ لا، ليس قصدنا أن نقول هذه الطريقة من طريق، لا، ليس لنا ذلك القصد، نقول طريق رسول الله هي أحسن. أما المسائل الأخرى اللي كتأديها والمصالح اللي كتحققها فهي كثيرة، من جملتها واسمه هي اللي ما حافظش يحفظ واللي ينسى يتذكر. ها؟ مجموعة أنت المسائل تتحقق. هذه قراءة القرآن جماعة في المغرب. ها لو كان ما كانش تقرأ الناس القرآن. شحال واحد غادي ينساه؟ عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من رجل أوتي آية فنسيها. الشيء إذا تكرر تقرر، ولذلك هذه القراءة تاع الجماعة واحد الشيء كبير. ثانيا للتعليم، وهل عدد نتاع الناس ما تعلم يقرا القران الا بهذه القراءه جماعه؟ ما كانش يقرا، يجي للجامع ويفتح المصحف ويتبع الطلبه وتولى يعني، ولا وكاين اللي يحفظ غير بالسمع ما يشوفش كاع، غيحضر معاهم ويبقى يسمع ويحفظ القران. كاين مقاصد كثيره. خليونا دائما بهذا السؤال، الله يرحم والديكم، خليونا بهذا السؤال. لا ما بغيتش تقرا ولا مع الجماعه اقرا بوحدك. تخاف ما تقرا مع الجماعه، ما تقرا بوحدك. وتخاف حياتك كاملة تخلي كاع المنكرات الكبار وتبقى توجه لي غير لصحاب الجامع. أو تقراو جماعات، ماشت أنت اللي تعراو في الصيف هما وبناتهم، ماشت اللي ياكلوا الربا، ماشت الخمر اللي راه أنت بعد غير صحاب الجوامع اللي يدخلوا جهنم. هاد الناس هما اللي غادي يدخلوا جهنم، صحاب البدع. بدع